بوتين وإحراج خصومه في الغرب. السلام الله عليكم مشاهدي قناة الثقاف. دارت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكريملين حول التوتر المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا ومساعي العمل على تجنب زعزعة الاستقرار. وأثارت الجدل صورة الرئيسين بعدما أجلس بوتين ضيفه على رأس طاولة طويلة جدا فيما جلس هو على الطرف الآخر، وهو الأمر الذي حمله كثيرون دلالات رمزية كبيرة، واعتبره البعض إهانة ورمزا لحجم الفجوة بين روسيا وأوروبا، خاصة في ملف أوكرانيا. وتداولت وسائل إعلام هذه اللقطات بسخرية وتحدثت عن الرسائل الغير مباشرة التي يريد بوتين إيصالها لأوروبا. ليس هذا فقط، فبعد انتهاء المؤتمر الصحفي للرئيسين تحرك بوتين وسبق ماكرون ليجعل الأخير يسير خلفه ويلحق به. هذه الواقعة ليست الأولى لبوتين، فهناك عدة مواقف مشابهة فعلها مع نظرائه لإيصال رسائل معينة أو إهانتهم كما يرى البعض. تمثال كاثرين. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موسكو عام 2020 مع مسؤولين كبار لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا، وقبل الاجتماع جعل بوتين الوفد ينتظره واقفا لوقت طويل حتى أذن الرئيس الروسي لهم بالدخول والجلوس. كان هذا تحت تمثال كبير لكاثرين الثانية، وهي الإمبراطورية الروسية التي ضمت شبه جزيرة القرم من تركيا العثمانية عام 1783، وهزمت العثمانيين عدة مرات في الحروب الروسية التركية. مباراة الهوكي. رفض الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلبات انضمام بلاده واندماجها في الاتحاد الروسي رغم الضغوط المستمرة. وفي اجتماع للرئيسين لمناقشة إجراء مناورة حربية مشتركة قررا لعب مباراة هوكي، فعين بوتين نفسه قائدا للفريق، فيما جعل لوكاشينكو لاعبا عاديا مع بقية عناصر الفريق الذين كانوا يعملون في الكريملين. كلب ضخم. جعل اجتماع بوتين مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، دخل كلب أسود ضخم عليها واقترب من ميركل وشمها طويلا، ما جعل المستشارة الألمانية تتجمد في مكانها وبدت خائفة بشكل واضح لأنها تعاني من رهاب الكلاب بعد تعرضها لعضة كلب عام 1995، وأبقي بوتين على هذا الوضع دون أن يحرك ساكنا. تهديد خفي. التقى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي بوتين عام 2007 وحدثه عن وضع الحريات وحقوق الإنسان في روسيا، ثم كشفت الصحف لاحقا أن بوتين بعد أن استمع لحديث ساركوزي قال: إما أن تستمر في التحدث معي بهذه الطريقة وسأسحقك حينها، أو تتوقف عند هذا الحد وأجعل منك ملكا لأوروبا. وفي نهاية الحلقة الرجاء الضغط على زر اللايك واشتراك للقناة مع تفعيل زر الجرس ليأتيكم كل ما هو جديد في قناتنا قناة الثقاف.